ميت مرحبا يا اختي يا حبيبتي يا ام صبحي، الله يسعدك. كيف الاولاد ان شاء الله بخير؟ الحمد لله الحمد لله. ايه كنت مهبه ولدات؟ بحياه الله، وشو جابت ام البنات؟ بسم الله ما شاء الله، الف الف مبروك، والله فرحت لها من كل قلبي. خلص خرتب انا وياك نروح نبارك لهم. رحتي؟ طيب يا اختي خلص، انا بشوف كيف وقتي وبلكي الخميس الجاي بروح ببارك لها. سلمي على الجميع. تسلمي لي يا ام صبحي حبيبه قلبي انت. مع السلامه. الله معك يا حبيبتي، مع السلامه. عارفه على النسوان وقلت عائلهم، ما عندها ثلاث بنات، يعني بدي يغنمها رونالدو اللي جاي هذا؟ مش معقولين. وما جاتش تولد الا بنص الشهر كمان، شو بتاخذ لها هاي؟ علبه الشوكولاته، علبة الشوكولاتة اللي جابها أخوي. قطيعة بس معفنة هاي، وماله كتير عليها. خلصيني. أهلا وسهلا يا حبيبتي، إلا شو مغلبة حالك؟ لا ولا غلبة ولا إشي، والله فرحت تقولي فايزين بالكلاسيكو، والله بتستاهل كل خير، الله جبرها. يلا الحمد لله. ولا يا حبيبتي الولد غير، الولد بيقش.